المعمل هذا هو كان اصلا يعني هو شركه الموصل للخياطه، تاسس من سنه 84 وابتدينا بينه احنا في سنه 86 في منطقه الدواسه خارج، وكان معمل يعني كلش ضخم اكثر من 100 عامل كان المصريين يشتغلون، والحمد لله انتاج يصل من هنا من الموصل الى البصره، ونتيجة الظروف والاحتلال وش اسمه صار تلكؤ بالعمل وبالعمال والكهرباء يعني أمور كثيرة. توقفت عن العمل في سنة 2006 أو 7 2007 زين، بس لا زال هذه تجري في دمي هي الخياطة والمعمل والإنتاج، لأنه الحقيقة واحد يفرح لما يشوف الإنتاج ماله ومن إنتاجه، يعني أنت شيء ما بس استهلاك استهلاك استهلاك. شنو اللي دفعك أن تفتح هذا المعمل ومتى افتتحت هذا المعمل؟ والله افتتحت هذا المعمل تقريبا قبل شهرين، واللي خلاني هو أنه يعني حاجة الناس والمنطقة الموصل يعني تهدمت وهذا، فإحنا أهل الموصل إذا ما إحنا نحاول أن نبنيها فمنو اللي راح يبنيها؟ فهو إن شاء الله يعني قضية إنسانية قبل كل شيء قبل أرباح، لأنه الحقيقة هي لا زالت هي في طور الخسارة، لكن إن شاء الله مستقبلا راح تكون أفضل. الأيدي العاملة كلها من داخل المدينة؟ كلها من داخل مدينة الموصل، نعم. شنو الصعوبات والعراقيل اللي تواجهكم خلال عملكم وافتتاحكم لهذا المعمل؟ والكهرباء متوفرة لكم؟ الأمور الأخرى اكو دعم لكم كمعامل؟ والله بالنسبة للكهرباء يعني اكو الكهرباء الوطنية اذا موجودة، اذا ما موجودة مشتركين بالمولدة، وانا جبت مكاين يعني كلها حاليا اقتصادية ما مثل السابق، مطور كلش سحبه ضعيف، فهذه تخدمنا بالحقيقة. والله هسه تقريبا موجود عندنا حوالي 28 او 30 ماكينة، بس ما كلها مشغولة. ليش؟ شنو والله قلة العمال الأيدي العاملة، نحتاج إلى عمال إن شاء الله إذا كانوا منتجين ومتمرسين. السحب على المنتوج، السحب على المنتوج هي الشركة مالنا معروفة من زمان، يعني احنا صار لنا أكثر من 20 سنة 25 سنة السحب موجود يعني على شركة العراق. والله هذا هو حقيقة اسم من شركة الموصل، لكن هو شركة الموصل. السحب مالك فقط الموصل والمناطق والمحافظات؟ والله الموصل والمناطق بغداد يعني في كل انحاء العراق ان شاء الله. اسعار مالكم شلون؟ اسعار منافسه جدا بالنسبه للاجنبي. رساله توصلها الى اهالي مدينه الموصل بخصوص افتتاح هذه المعامل ويعني دعمها؟ والله نسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان الجميع تفكر بما نفكر بينه، هو النهوض بالبلد وتشغيل الأيدي العاملة، خاطر حالة الفقر والعوز تكون قليلة إن شاء الله، وإحنا يعني لازم نبني بلدنا من جديد. خلال افتتاحكم يعني هذا المعمل ممكن حتى إنه الأيدي العاملة راح تشغل عمال عندك، العامل راح يستفاد؟ طبعا أعداد كبيرة، أنا مستعد يعني أن نوسع حتى أن نكون إلى حد 80 أو 100 عامل، يعني ممكن أن نشغل إذا العائلة راح تشتغل 80 أو 100 عائلة تشتغل إن شاء الله وتسترزق، وإحنا ما مهم عندنا الربح، المهم العمل.